طيب شباب صبايا، نعمل هلا كوركشن للابلكيشن 2. طيب رح نشرح الجبن سوا. consider figure 14. the cursor C of array star RH is displaced in the direction of the green arrow on the figure. طيب اول شيء شو يعني كيرسور؟ الكيرسور هو فيكم تعتبروه مثل المفتاح، بيطلع او بينزل. الريو ستار شو هو؟ الريو ستار هو فكره كنا ناخذها بصف البروفه. الريو ستار هو ريزيستور، الريزيستور هو مقاوم، آلة كهربائية بنحطها بقلب السيركت بيحمى لا يعمل لي بروتكشن للسيركت، هذا دور الريزيستور، أمن لي بروتكشن للسيركت. طيب الريو ستار شو هو؟ الريو ستار هو ريزيستور، بس الفرق إنه أنا ممكن غير له الريزيستنس لإله، ممكن كبرها وصغرها بتحريكي للسي، إذا نزلت السي لتحت بتقل الريزيستور، إذا علت السي لفوق بيزيد الريزيستور. الريزيستنس للريزيستور، ماشي؟ طيب، الريزيستور العادي هو الآر لإله ثابت، يعني بتصنعه الشركة للريزيستور، الريزيستنس لإله المقاومة تبعوته بتكون ثابتة ما بتتغير، بينما الريوستات لا، الآر ممكن أنا أتحكم فيها. كل ما تعلوا السي لفوق بتزيد الريزيستنس آر، كل ما توطوها بتقل. طيب، هذا بخصوص الريزيستور. السؤال هون indicate the inducing source and the induced circuit. طيب فإذا في عنا induced source وفي عنا inducing circuit. طيب شو هن؟ إذا بترجع برجع أنا وياكم لقبل هون كان عنا inducing source اللي هو source of the magnetic field، بينما ال inducing circuit اللي هو السيركت اللي عم بصير في بقلبه electric current. ماشي؟ طيب بنيجي هون هلا بدنا نطبقهم. خلونا نشوف انا وياكم كل سيركت شو بيحتوي لنشوف من هو ال inducing source ومن هو ال induced circuit. طيب ال inducing source هو السورس اللي بده يعطي magnetic field. اوكي، من اللي عم يعطي ماجنتيك فيلد؟ هلا شو بلاحظوا؟ بلاحظ عندي هون الاي موصوله على الدراي سيل، والدراي سيل في ريوستا. طيب معناته الكرنت اللي عم يطلع واللي عم يمرق بقلب السيركت عم يخلق حواليه ماجنتيك فيلد، صح ولا لا؟ نحن هذا اللي بنعرفه، انه بس يمرق الكرنت بقلب الكويل كرييت ا ماجنتيك فيلد. لاحظوا هون الكارد اللي بتعرفوا انتم من البطارية بيطلع من الزائد بيبرم وبيرجع للناقص. فإذا شو فينا نستنتج هلا؟ الـ A هو فينا نعتبره الـ inducing source. اوكي؟ فإذا هو الكويل A. ليه؟ لأنه هو مصدر الماجنتيك فيلد. فإذا أنا بنحفظها دائما الـ inducing source هو مصدر الماجنتيك فيلد. اوكي؟ فإذا الـ inducing source هو مصدر الـ magnetic field. هلا هون ثاقبت إنه هون أنا في عندي كويل عم بيطلع magnetic لأنه مارق بقلبه current. طيب ومين الـ current ومين السيركت الثاني اللي بده يمرق بقلبه electric current بفعل الflux اللي جاية؟ هو الـ D. دائما الـ D اللي بيكون موصول على اللمبة هو play the role of the induced circuit. فإذا الـ inducing الانديوسينج سورس هو بيكون السورس اللي بيطلع منه ماجنتيك فيلد اللي هو الاي اللي عم يمرق بقلبه الاي الكرنت وعم بيطلع ماجنتيك فيلد، بينما الانديوسينج سورس هو اللي بيكون موصول على اللامب. السؤال الثاني explain the existence of the induced current in the lamp L during the displacement of the cursor. اشرح وجود الانديوسينج كرنت. ليه بده يصير في عندي انديوسينج كرنت؟ طبعا هون دائما الانديوسينج الانديوسد كرنت عفوا بيكون هو بالانديوسد سيركت. فاذا هيدا الانديوسد سيركت بده يصير في بقلبه انديوسينج كرنت. طيب ليش بده يصير بقلب الدي انديوسد كرنت كرمال شو لما انا عم اغير السي؟ طيب شو بيصير اذا انا غيرت السي؟ اذا نحن كنا عم نغير السي قيمة الكرنت اي اللي عم تظهر من البطارية بدها تتغير. اوكي؟ لا
لانه كل ما تتغير الار كل ما الاي بتتغير، لانه في قاعده من البروفي حسب الاومز لو يو ايكوال ار تايمز اي، يعني اي ايكوال يو على ار. اذا تغيرت الار بتتغير الاي. طيب اذا تغيرت الاي شو بده يصير بالبي؟ خلونا نشوف انا وياكم. During the motion of the cursor of the rheostat, the current following in A change. الكرنت اللي عم يطلع بالقلب الـ A بده يتغير. And then the magnetic field B created by A at all points of the coil D change too. طيب وبالتالي الـ B بده يتغير. ليش؟ شو الرابط بين الـ A والـ I؟ ما نحن بنعرف أخذنا القاعدة قبل إنه بحالة الكويل B equal 4 pi times 10 power minus 7 times N I على L. If I it's variable or if I change فإذا B variable or B change، صح ولا لا؟ فإذا إذا تغيرت الـ I الـ B بدأت تتغير. طيب شو بيصير إذا تغيرت الـ B؟ فإذا الـ B اللي عم تمرق بالدي عم تتغير، يعني الـ B created by A، هاي البي اللي هي بدها تدخل على الدي از فاريبل، البي عم تطلع من الاي وتفوت على الدي، البي عم تتغير از فاريبل. Then دي از كروست باي ا فاريبل ماجنتيك فلكس، بما انه البي فاريبل فبالتالي الماجنتيك فلكس الفاي صارت فاريبل. سو اتس ذا سيت اوف انديوسد الكتروموتيف فورس، فاذا شو صارت هي سيت، صارت هي مقعد او مكان للانديوسد الكتروموتيف فورس اللي بدوره شو بتعمل له الكتروموتيف فورس. A current flows in coil D since the circuit is closed. فبالتالي حيصير في عندي induced current created in the coil D، حيصير هون في current I. لا لانه طبعا هيدا closed circuit مسكر منه مفتوح، لو انا تارك الD مش موصله على اللمبه كان ما بيكون في current، اوكي ما بيطلع عندي كهرباء لانه open switch open circuit. فإذا الـ B الفاريبل لأنه الـ I اللي طالعة من البطارية فاريبل، لأنه كانت الـ R هوني فاريبل لأنه عم نحرك الكيرسور، فإذا خلقت B فاريبل. الـ B الفاريبل عمل الـ Phi فاريبل بالـ D، الـ Phi الفاريبل بالـ D شو عملت؟ عملت electromotive force وبالتالي عملت induced current. طيب هذا بالنسبة لبارت 2. بارت 3 عم بقلكم Determine the direction of the induced current in the coil. طيب نحن هلا ببارت 2 شفنا وتعرفنا انه في induced current. طيب بس بدنا نعرف بعد اتجاه الكرنت I كيف. نحن اليوم قبل شوي تعلمنا كيف نحدد اتجاه الكرنت I، صح والله لا، من خلال لانز لو. فاذا تأكدنا هلا بما انه الفاي فاريبل يعني في الكتروموتيف فورس يعني في انديوسد كارنت. هلا بدنا نعرف حسب لانز لو كيف اتجاهه لهيدا الانديوسد كارنت كرييتد ان ذا كويل دي، تمام؟ طيب شو بيقول لي كارنت؟ شو بيقول لي لانز عفوا؟ ذا كارنت فولوينج ان ذا سيركت اوف كويل اي انكريز، قلنا الكارنت عم بيزيد ديو تو ذا موشن اوف سي. ليش الكرنت بده يزيد؟ قلت لكم قبل شوي انه I حسب اومز لو ايكوال U على R، صح ولا لا؟ طيب بهالحال ال R شو عم بصير فيها؟ انا قلت لكم اذا بنزل السي لتحت ال R بتقل، اذا ال R قلت الريزيستنس للريستال I شو بصير فيها؟ بتزيد. كل ما تقل ال R ال I بتزيد، يعني هلا I increase، الكرنت I increase لظاهر من البطارية، اوكي؟ فإذا the current following in the coil A increase due to the motion of C، جراء حركة الـ C. طيب and then the magnitude of the magnetic field B at all point inside the coil D increase، فبالتالي الـ B بدها تزيد. برجع أنا وياكم مرة ثانية من أول وجديد للقاعدة، لاحظوا هيدا بقلب الكويل البي شو بتساوي 4 باي 10 ماينس 7 ان اي على ال، اذا الان زادت بدورة البي بدها تزيد. لاحظوا انه كل شيء معلق ببعضه، كله مرتبط ببعضه. طيب فاذا we have an increasing in magnetic field B، البي عم بتزيد. طيب شو بده يصير؟ according to the Lenz law، نحن قلنا قبل شوي انه حسب اللانز لو the direction of the induced magnetic field B
اي ان دي، بختصرها ببي اندوسد بهيدا الشكل. هذا البي اندوسد اللي بدها تنعمل بالكويل دي، اللي بده يعملها الاي اندوسد للبي. كيف بده يكون اتجاهها؟ انسايد دي از هوريزونتال، هول اللي طلبت منكم تحفظوهم، تو ذا ليفت. هلا بنقول ليش تو ذا ليفت؟ تو اوبوز ذا انكريز اوف ذا ماجنتيك فيلد كرييتد باي كويل اي. طيب، فاذا الماجنتيك فيلد بي اللي عم يعمله الاي وبهيدا الاتجاه وعم بيزيد مع الوقت، فاذا بي ان ذيس دايركشن اند انكريز ديورينج تايم، وعم بيزيد مع الوقت. قلنا نحن حسب لينز لو البي انديوسد كرييتد باي اي انديوسد بدها تعاكس الانكريزنج للبي، فاذا بدها تكون بهيدا الاتجاه، البي انديوس بدها تكون بهالاتجاه بعكس البي اللي عم تعملها السيركت اي. اوكي، اعذروني على رداءة الخط بس ما بيزبط اكثر من هيك. فاذا البي انديوس بدها تكون بعكس البي كرييتد باي ذا كويل اي. طيب، حسب الرايت هاند رول اذا كان الاصبع اول اصبع بهيدا الاتجاه، فاذا الاي كيف بدهم يكونوا، يعني اصابيع البقايا الاربعه لتطلع البي بهيدا الاتجاه، بدهم يكون الاي اصابيعي لفوق، يعني اتجاه الاي بده يكون لفوق. اوكي، بهيدا الشكل. فاذا according to the right hand rule the induced current I induced برمز له بI and D follow from right to the left. فإذا بده يكون هو من اليمين لشمال، لاحظوا عم يبرم هيك من اليمين لشمال، فإذا هيدا هو الـ I induced. اوكي، فإذا شباب وصبايا الأشياء الجديدة اللي تعلمناها اليوم، أول شيء نحن بما أنه الفاي هي فاريبل، فإذا في عندي E وفي عندي I، في عندي electromotive force وفي عندي I induced. طيب هيدا ال I induced أنا بدي حدد لها اتجاهها، مين بيعلمني كيف حدد لها اتجاهها؟ Lenz law، بيقول لي Lenz law هيدا ال I induced بدها يكون اتجاهها بشكل إنها تعمل B induced يكون عكس ال B اللي جاي من برا، بتعاكس الـ increasing أو الـ decreasing للبي اللي جاي من برا، يعني للبي الحمراء. In this case the B created by A increased during time so B induced بدها تكون in the opposite direction to B. Okay, to oppose the increasing of B. فإذا طلعت بهيدا الشكل بالعكس، ومن خلال الـ right hand rule I can find the direction of I بشكل إنه الـ I تكون طالعة طلوع، إذا هاي الآي طالعة طلوع فإذا he can create an elect and be induced in this direction بهيدا الاتجاه. يعني ما في ولا تفصيل إلا ما مرتبط بالتين، يعني نحن انطلقنا أول شغلة انطلقنا من الآي اللي عم تعملها البطارية، قلنا الآي اللي عم تعملها البطارية عم بتزيد مع الوقت، عرفنا هالشيء من خلال هذا اسمه أومز لو، I equal U على R، الR عم بتقل لأنه السي عم تنزل لتحت فبالتالي الآي زادت. اوكي، فانطلقنا من هون انه الاي زادت يعني البي زادت، فبالتالي في فاي لانه فاريبل البي وعم بتزيد، فبالتالي في اي انديوست. وكيف بدها تكون الاي انديوست؟ بدها تكون بشكل ان تعمل بي انديوست يكون بعكس البي اللي عم تعملها الاي. اوكي، فاذا كلهم مرتبطين ببعضهم، من الاي لا يعني من الاي اللي عم تطلع بالاي لا اوصل للاي كرييتد بقلب الكويل اللي هي عم تلعب الانديوسد كارنت او الانديوسد سيركت. اوكي، يعطيكم الف عافيه.